فضل ونعمة من ربنا. أنا لواء طيار متقاعد، الصحة لسه بومبو الحمد لله. العيشة مهما كانت صعبة ربك بيعدلها. المدام عندي كان عندها قرشين مش بطلين، أخدتهم أنا واشتريت بيهم البيت ده كله. ساكن الست محاسن وحدانية وفي حالها. الشيخ إبراهيم راجل طيب وتاجر شاطر. الأستاذ علي كامل محامي شاب على درجة عالية جدا من الذوق والثقافة والأدب. من ساعة ما الزيارات كترت للشيخ والأستاذ وناس طالعة وناس نازلة وأنا الفار لعب في عبي. حرصاً على وقتك، أنا هدخل في الموضوع على طول. أنا محتاج أأجر منك دورين، الأول والثالث. حضرتك راجل قانون وعارف إنهم ساكنين. لا 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 لا، هم هيخلوا السكن، بس أنا جيت أعمل معاك اتفاق مبدئي. ليه؟ خير؟ أنا اتضح لي إن الشيخ إبراهيم طلع أمير جماعة دينية متطرفة. طب والست محاسن؟ محاسن؟ قصدك المعلمة محاسن. أول ما الليل يليل تبدأ في استقبال أهل الهوى والدعارة. مستحيل. للأسف هي دي الحقيقة. وحضرتك قد الناس دي؟ أنا واثق من نفسي وإحنا معانا القانون. أنا يلزمني مهلة أفكر وشاور المدام. أكيد، بس ياريت الموضوع ده يفضل سر بيننا. نأجر له بس بعد ما يمشيهم، وهو نبقى نظفنا البيت على كلامه. المهم إن إحنا ملناش دعوة. صح، إحنا ملناش دعوة. انت ربنا بيحبك. انا؟ ايوه والله بيحبك اخي. انا جاي انصحك واحذرك ان تحت منك بؤرة من بؤر الفساد والدعارة بقيادة الفاجرة العاهرة محاسن. محاسن محاسن، واعلى منك اعلى منك خلية سرية علمانية بقيادة الزنديق الملحد علي كامل. أخي بعون الله أنا هخلصك منهم. إحنا معانا ربنا، بس أنا كان ليا رجاء. رجاء؟ أستأجر الدورين أول ما يرحلوا. وحضرتك عايزهم في إيه؟ مركز ديني لخدمة الأهالي ونشر الدين ومحاربة الرذيلة وجمع تبرعات أهل الخير. أنا يلزمني مهلة أفكر وشاور الحجة. بالطبع، وأفكرك باستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. الموضوع كده كبر، بس لو كلام الشيخ إبراهيم صح يبقى نأجر له، وهو يبقى مكسب في الدنيا وثواب في الآخرة. أهم حاجة إحنا ملناش دعوة. صح، إحنا ملناش دعوة. الله. أمور يا ست محاسن. ما تأخذونيش إن أنا جيت كده من غير معاد، لكن للضرورة أحكام. خير يا ست محاسن؟ ما
من قعدتي لوحدي وسمعاني للطالع والنازل عرفت بلاوي، وصدق اللي قال يا ما تحت السواهي دواهي. فيه ايه بس الله لا يسيئك؟ البيت ماله؟ بقى مخزن اسلحه ومتفجرات. يا مصبتي ايه الكلام اللي بتقوليه ده بس يا ست محاسن؟ زي ما بقول لكم كده، الاستاذ علي كامل طلع زعيم خليه سريه من اللي بتقتل في الحكومه. ولا الشيخ ابراهيم طلع يا اخويا ارهابي مع العيال دول اللي بيفجروا نفسهم. يا خوفي ده البيت يفرقع ويقع على دماغنا. طب والعمل يا ست محاسن؟ ما تخافيش يا حاجه، انا اعرف ازحلك الناس دول خالص من البيت، بس انا ليا طلب. الشقتين اسم الله على مقامك، هعملهم مشروع كافيتيريا ومطعم استعراضي 5 نجوم. كبر ايه محترم، ويبقى لكم نسبه من الارباح وهكسبكم منه ذهب. ها قلتوا ايه؟ معلش احنا يلزمنا مهله نفكر. براحتك، انا معايا الحكومه، بس افتكر داري على شمعتك تقيل. هنعمل ايه مع ست محاسن؟ هنعمل ايه يعني؟ هنأجر لها. والكباريه؟ هي حره. وسمعتها؟ واحنا مالنا يعني؟ ده رايك؟ لا امها، رايي ان احنا عندنا بيت طويل عريض بيجيب ملاليم، والست كتر خيرها هتكسبنا ذهب. قولوا ليها كنا روحنا في الرجلين ولا ايه؟ جت الحكومه اخدت الاستاذ والشيخ، ووصلني انه اتعامل معاهم الواجب. اللهم احفظنا يا رب. وأجرنا للست محاسن والمشروع نجح. العب تعالي لي هنا. ايوه تعالي. والست محاسن طلعت واصله بصحيح، والاشياء بقت معدن، وشفت ناس عمري ما تخيلت اني اشوفها. اخر القول ما بشيلش للدنيا هم. Yeah.